أخبار اليوم. استراقة 2014 السنة دي اللي هيقام في شرم الشيخ من 22 ل 30 نوفمبر المقبل. قرر اللجنة العليا برئاسة الفنان التشكيلي محمد حمودة ان هو يكرم اسماء كانت ليها تاريخ معانا راحت عن دنيانا من ايام او من اسابيع، على راسهم الفنان المبدع مصطفى حسين، واللي هيستلمها مكانه الدكتور الاستاذ الدكتور احمد عبد الكريم، وان شاء الله ان يكون في جنة الخالدين باذن الله. مصطفى كمان ما نسيناش الاستاذ محمد الحميده كمان، واللجنه العليا ما نسيتش رائد من رواد الصحافه، صحافه الفيتشر او الصحافه المجازه، هو الفنان الكاتب المحترم الاستاذ احمد رجب. طبعا بتبقى لحظات يعني حاسين عليها كلنا لما نفتقد حد من الناس اللي بنعرفها والناس اللي بنحبها، بس هو ده حال الدنيا. استاذ محي الكردوسي ممثل صحفي وكاتب باشا قاسم بيستلم نيابه عن اسره الراحل الكاتب احمد رجب.